حرف الشين. أولا أحدد المقطع الذي فيه صوت الشين. شم سن، صوت الشين في أول الكلمة في المقطع شم. مش مي شون، صوت الشين في أول الكلمة في المقطع مش وفي آخر الكلمة في المقطع شون. ف ر شون، صوت الشين في آخر الكلمة في المقطع شون. ثانيا ألاحظ وأحدد الشين. شح من، حرف الشين. من شار، حرف الشين. ري شون، حرف الشين. ثالثا أقرأ. هش هشون، ش شجر، شو شكرا، شي شبشب، شا كشاف، شو بشوش، شي نشيد، شن كناش، شن قرش، شين ريش، شبشب رشا أصفر.